مقابلة طيبة في المجمل، كان يظل يتوجد بانتصار نقوله مقابلة ممتازة. تجسيم ما حصلش، لكن الحاجة المهمة أنه المردود كان موجود. أوكي، المردود موجود، ما غير انتصار نجم يقلل نقوله أحنا من الإيجابية للمباراة هذه. لكن نقول في المجمل قاعدين نخدموا، قاعدين الفريق في 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 فيما تطور. صحيح المباراة الأولى مهمة الانتصار باش نكملوا المشوار ونبداو مشوار البطولة بمعنويات كبيرة. إن شاء الله نقول القادم أفضل، إن شاء الله التجسيم يجي في المباريات الجاية إن شاء الله. راكي دخلنا سامح باش نعطيوه فريشير فيزيك على خاطر دكدوك براتيكمون يعني فريشير فيزيك تعب شوية، دخلنا سامح باش نعطيوه رابور أوفونسيف خاطر سامح أن كونترا قوي برشا، وحابينها مش على الكوش على فكرة، حابينها كيما احنا على الكولوار غادي، مع انه لا كوفرتور دو قروي ولا العوادي في البلاصه نتاعو وقت نكونوا احنا عندنا الكوره، وسي نورمال حابين نزيدوا نقويوا الجهه اليسرى نتاعنا. تنجم راه تنجح في الشوا نتاعها كيما تنجم ما تنجحش، لكن الحمد لله نقول ان اللي كل لاعب اليوم عطى 100% 200%، لكن كيما قلت انا بالمردود وما تجسمش هوني يعني نقولوا احنا ما تقولش ما تخرجش فرحان برشا من اللقاء، نقعد انا الجماهير نادي الشخصي ان شاء الله المردود ممتاز ان شاء الله بقدرة ربي الانتصارات الجاية نخدمه ونزيدوا نخدمه وان شاء الله بقدرة ربي الجاي افضل. عثرة بالنسبة على مستوى النقاط، خسرنا زوز نقاط اليوم، اما بالنسبة نشوف الروندمون اليوم سي سي عملت روندمون باهي سيرتو بريمير ميتون، ان شاء الله نزيد نخدموا على رواحنا وان شاء الله ربي يوفقنا في باقي الجولات. حاولنا باش نحققوا معناها برشا فرص، خلقنا برشا فرص، ضيعنا برشا فرص، لازمنا نعاودوا نخدموا قدام الكاج ونحاولوا نابليكيو الشيء هذا في الماتشوات. شنو اللي ممكن نكملوا الماتشوات الاثنين وما نقعدوش معناتها الاخر دقيقه نحن نحاولوا شنو ماكين. اليوم عملنا كل شيء. بون على غالب ما جاش على يسيد كان. اليوم ان شاء الله نقولوا خيرها في غيرها ان شاء الله نعوضوا. كاو عندنا مقابله نهار الاحد تمام قدامنا كان حتميه الانتصار. ان شاء الله نرجع بثلاث نقاط ان شاء الله. ان شاء الله تجي ثلاث نقاط تحطنا في السكه الصحيحه ان شاء الله، سكه الانتصارات ان شاء الله. نقطه معناها قدام فريق محترم كما نادي الهدي الصفاقسي ما كانتش سهله. الولاد الكل عملنا معناها ماتش كبير معناها سيرتو لي بلون. كنا نجموا زادة معناها نقدموا الطرح معناها صمدنا قدام نادي الرياضي الصفاقسي، الحمد لله نقطة خير من بلاش الاكستيريور تزيد تعطينا ثقة وباش نخدموا بريحية أكثر في الماتشات الجايين. هاي بالنسبة لي ظلي توا معناتها مع الإكيب نتاعي معناتها اللي تربيت فيه واللي طلعت فيه، دونك باش ندافع على الإكيب بيان سور. نتيجة إيجابية بالنسبة لنا احنا، إن شاء الله ربي معنا وهذا اوفر نادي الصفاقسي. اللي ما مشاش كنا واقفين مع دفاعين واقفين بالبدا. الانيماسيون اوفنسيف ما مشاتش كما يلزم. ما بالماتش ان شاء الله كل شيء يجي ان شاء الله. معاك في اللي تحبه اورانج.